نشعر باستمرار ومنذ الاستقلال إلى الآن كأن وجودنا غير ثانوي، في حين أن المثقف والمبدع بالنسبة للشعوب المتحضرة هو القاطرة التي تجر عربات الاقتصاد وجميع المجالات الأخرى التطور فيها، كيبدأ بالقاطرة ديال الفكر والإبداع والثقافة، هادشي معروف في العالم كله. حنا في الستينات كان المثقف والمبدع في المقدمة ديال القطار، الآن أصبح في العربة رقم 47 ولا 48، آخر ما يفكروا فيه قبل كل شيء. ملي كنهضروا معاهم كيقول لك عندنا أولويات، عندنا الفلاحة، عندنا الصحة، عندنا التعليم. هذا خطأ. مجال الكرة، مجال الكرة، أنا ماشي ضد الكرة، الكرة حتى هي تعاني، ولكن مع ذلك مقارنة كنبغيو نكونوا كننظموا كأس العالم، كنبغيو نشاركوا في كأس العالم، ما كنبغيوش نتنافسوا على جائزة كان في السينما، كنبغيوش نتنافسوا على جائزة نوبل في الآداب. هذاك الشيء كنقولوا لا، هذا الشيء كبر منا. مجالات أخرى كيبانوا الفلوس وكتبان الإرادة وكيبان كل شيء.